أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم ارزقنا حياة طيبة وموتة مباركة ومردا إليك غير مخزٍ ولا فاضح. أسألك الصدق والإخلاص في القول والفعل والعمل. اللهم انصر هذا الدين وانصر من ينصر الدين. آواكم الله، أيدكم الله، ستركم الله، رفع الله قدركم. نصيحة التي طلبها الأخ للطلبة، شوفوا لا تنتظر الملائكة أن تنزل من السماء لكي تدعو مكانكم إلى الله. تتحملون مسؤولية تثبيت الدين المفهوم الصحيح ديال الإسلام هنا. انتوما كما كنا نحن من قبلكم في الجامعة وأذلنا وربينا الشباب وأعدنا الناس إلى دين الله، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أنتم أهل الحق، قوتكم في الحق الذي تمتثلون وبه تؤمنون وبه توقنون. عجبا لأهل الباطل يدعون إلى باطلهم رافعين الرأس، وأهل الحق متعطين رؤوسهم يتمتمون وفي أحسن الأحوال يحوقلون، وإلى بيوتهم يرجعون خائبين كسالى وينتظرون من واقعين المتغير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.